اي اسئله يابا. طيب هل يمكن نشوف زيارة بعدين بكلان باور ولا؟ اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله يا جماعة الخير بمجلس ما به نفس ثقيلة. يا جماعة الخير قبل ما نبدأ في مقطع اليوم احب اقول لكم الله يعطيكم الف عافية على الدعم الجبار الجميل الحليم يا اخي، الله يسعدكم والله العظيم الله يسعدكم، كلام ايجابي، كومنتات حلوه، ناس حلوه، اشياء مره كثيره. طيب اسامه وش فكره مقطع اليوم؟ فكره مقطع اليوم اسالني ولكن مو مثل اي اسالني في راسك، اسالني اليوم راح تكون عن طريق الجوال. كيف اسامه اسالني عن طريق الجوال؟ اي نعم اسالني عن طريق الجوال، راح يكون كل شيء لايف، صوت المتابع لايف وحقيقي، يعني اي سؤال راح احاول اني ارد عليه بقدر الامكان، لو كان السؤال مره صعب راح احاول اني ارد عليه. الحلقه الجايه من مزاد المتاخرين وش راح تجيب؟ اكثر الكومنتات اللي وصلتني على رقمي كلها تهديد حرفيا، واحد يقول بحجر لك، واحد يقول المهم اليوم ناويين نية شينة. وعدت معهم على الساعه 8 الكل يتصل، باقي على الساعه 8 حوالي 5 دقائق وراح عاد نشوف من اللي راح يتصل وراح يسالنا. برضو اذا انت حاب تكون ضيف نفس الاسلوب هذا ونفس اسلوب الحلقه هذه راح تحصل رقم موجود تحت في الديسكربشن، ارسل بس رساله واحده، بس رساله واحده نقطه بدون ما تتصل، راح على طول في ناس راح ياخذون رقمك ويسجلون رقمك ويخلونك عندنا في الجروب حقنا. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا بالشيخ. كيف الحال؟ والله بخير، وش سؤالك يا شيخ؟ والله عندي سؤال خفيف ما بيطول عليك. شوف السؤال، وش اضافت لك الشهره وباختصار يعني وش نتائج الشهره اللي انت استفدت منها؟ والله لو اقول نتائج كثيره ولو اقول اضرار كثيره فراح تكون متعادله، فهمت؟ يعني ممكن اي ممكن الاضافه اني تعرفت عليكم حرفيا. والله حلو يا حبيبي يا حبيبي، الله يحميك. سؤال ثاني، سؤالك على السريع يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. انت الحين قاعد تصورني فيديو؟ اي قاعد اصورك فيديو. سؤالك وش هو؟ طلبت في اليوم. ايه يلا عندي 4 أسئلة عادي. لا سؤال واحد تكفى لأن الأسئلة قاعدة تتكرر. وش السر اللي أنت الحين سر مخبيه عن الناس وقول؟ والله ما في سر يعني مغبيه، صدق كل شيء باين. أهلا بالشيخ، سؤالك يا الشيخ على السريع. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. بس حبيت أسألك وش أكثر يوتيوبر صراحة؟ أكثر يوتيوبر إيش؟ وش اكثر يوتيوبر يعني ما تحب محتواه يعني؟ فاهم كيف؟ والله ما اتابع كثير يعني مره بس كلهم جميلين، فهمت؟ طيب بس صارت انا ما دامك انت ما السؤال الاول جاوبت عليه صراحه. حلو. وش مطلعك من كلان اسمه؟ خلص عقدي ونعطي فرصه للناس الثانيين. حلو حلو، يعطيك الف عافيه. يعافيك ربي يا حبيبي. الله يشوف، انا ما عندي سؤال جاي اسلم عليك. يا تاج راسي انت، الله يحميك. ارحب يا شيخ، وش سؤالك؟ شو؟ كم عمرك؟ عمري 25. وياك، يلا مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، يا أهلين، وش سؤالك؟ كيف حالك؟ والله كيف حالك؟ بخير يا قلبي. أيوه أنا حاب إني أسأل، هل الحين لو اجتهدت بالقناة واستمريت هل راح يجيب مشاهدات؟ أكيد. لأني حاولت باليوتيوب، لأني حاولت وما قدرت أجيب مشاهدات كثير. حاول زيادة. أسئلة وليس الطلبات، تأكد. ايوه انا ادري، متابع المقطع. ايه حياك يا شيخ، وش سؤالك؟ قبل ما يجيك سترايك كم كانت ارباحك؟ قبل ما يجيني سترايك كم كانت ارباحي؟ 4000 ريال. حلو، انت الحين تصور مقطع؟ ايه قاعد اصور مقطع. لا تسوي لايك والاشتراك. يا حبيبي يلا الله يحميك يا شيخ. الحلقه الجايه من مزاد المتاخرين وش راح تبيع؟ اوه كذا انت في حرق. تبي تسبق لي بحراج صح؟ لا لا انا بس بتخاف. طيب الجهاز ممكن قيمته 2000 ريال. ما ادري، لا تقول اسم، جهاز قيمته 2000 ريال، مع السلامة. طيب يلا مع السلامة. يما يبون يحرقون، يبون يسنترون بحراج. سؤالا وليس طلبا، تفضل يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام، ارحب ارحب. كيف الحال؟ والله بخير يا القلب، علومك؟ الحمد لله. الحمد لله، وش سؤالك؟ مين أول واحد ساعدك إنك تدخل يوتيوب وكيف اشتهرت؟ أول واحد ساعدني إني أدخل يوتيوب هم شخصين، واحد اسمه عزام والثاني اسمه عبد العزيز. نعم. أي والله. كيف اشتهرت؟ كنت أنزل 8 مقاطع في الأسبوع، يعني كنت أشتغل. ما شاء الله. أسأل ثاني يا شيخ؟ لا سلامتك. يلا. مليون إن شاء الله. وياك يا حبيبي وياك. الحمد لله، وش سؤالك؟ الحمد لله خير، متوتر. لا لا انا متوتر عادي الموضوع. الحين في وار، الحين هي اسئله صح؟ اي اسئله يب.
طيب هل يمكن نشوف فيوار بعدين كلان 24؟ والله إذا كتب ربي إن شاء الله خير، إن شاء الله نكون في أحد الكلانات الموجودة في السعودية بإذن الله. إن شاء الله الله يوفقك. وياك يا رب. أسئلتكم عن الكلانات كثيرة صدق، أنا حاب أقول عن الكلانات يا جماعة الخير، أنا أسامة بكلان أو بدون كلان أبقى أسامة، فهمتوا هذا الشيء الأول. ونعم بالكلانات العربية كلها، ونعم بالكلانات السعودية والإماراتية والناس اللي كلموني بعد ما طلعت، ونعم فيكم كلكم حرفيا، وأتشرف أني أمثلكم فردا فردا. بس الفترة الحالية هذه أنا أبغى أريح شوي، أبغى أكون سولو، أرجع أسامة القديم السولو حبة حبة. قاعدين تشوفون تطور الأرقام الكبيرة هذه كلها ممكن من الغرفة هذه والجلسة هنا والسولو والتفكير والقعدة. حاليا احتاج اريح يمكن ابو شهرين شهر ونص، وباذن الله راح تكون في اشياء كثير. عندكم عروض الايميل تحت. ها سؤالا وليس طلبا، تفضل ايها الشيخ الجميل. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. انا الشهرة عطق الشهرة عطق اشياء كثيرة، وش المقابل اللي اخذته منك الشهرة؟ يعني هل هي الشهرة اطقتك حريتك؟ ممكن ما عاد عندي اخويا، ممكن يعني ما عاد صرت اطلع مع اخويا اي واجد. طيب اخر شيء، كيف واللي اخر سؤال، واللي بيبدا عن الشهره إيه؟ ايش انصحه؟ انصحه انه يشتغل شغل مكثف، انه يطور نفسه قبل ما يطور محتواه، ولا يصير منتقد، ولا يقارن نفسه باي يوتيوبر موجود على الساحه. الله يعطيك العافيه ويسعدك. يا حبيبي ياك يا شيخ، تشرفنا فيك. الله يوفقك وكمل مقاطعك وانا مستمر معك. يا حبيبي والله شرف. سؤالا وليس طلبا ايها الشيخ، اظهر ما في جعبتك، ما هو سؤالك؟ من اللي شجعك تفتح القناه؟ الله، انت من وين؟ انت من وين؟ من السعوديه. من وين في السعوديه؟ القطيف. والله ونعم فيك وفهل القطيف يا اخي، تدري انك مره جميل، كلامك حلو، اخبارك طيب؟ الله يحميك يا رب، قول امين. ارحب. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالا وليس طلبا. جواب صريح لو سمحت. ايه. كيف اصير حلو مثلك؟ انت ليش سميت نفسك فيوار يعني؟ سميت نفسي فيوار؟ ايوه. شوف بيني وبينك يعني اذا صار في تفاعل في الكيميائيات ذاك اليوم، يوم تفاعل تتذكر يوم الروح ذاك اليوم اول زمان. ايوه. اي اذا صار في تفاعل في الكيمياء في الله يعطيك العافيه. في شيء؟ سلام. مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. هذا ارحب. وش سؤالك؟ طيب قول لي يلا. امس نزل عن جراند. تبي انزل عن جراند؟ ايوه. من عيوني ابشر. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. سؤالي هو هل هناك شخص تريد انك تنتقم منه ومنه وليش؟ شخص اريد ان انتقم منه؟ ايوه ومنه وليش؟ والله طحت في الشخص الخطأ. حرفيا ما في اي شخص اريد انتقم منه حرفيا. امين. طيب ما في احد ابغى انتقم منه ابد. اي والله مره ما عندي اعداء، هذا القهر. يا حبيبي انت. سؤال ثاني فيه؟ طيب ما هو اكثر موقف محرج مررت به في حياتك؟ اكثر موقف محرج مريت فيه في حياتي، إيه كنت في السوق الله يسلمك، تمام، كنت صغير، تمام، ثالث متوسط ولا ثانوي، يعني صغير رجال. أوكي. تمام. ورايح مع امي السوق، تمام. المهم قعدت امشي مع امي، في لحظه دخلت امي محل ضيعتها شوي، تمام. ايوه. بعدين شفت حرمه تشبه امي. أيوه. واقعد الحقها في السوق، الحقها وقف جنبها اقول ها خلصتي وتناظفيني تقول لي انت ما تستي على وجهك، والصوت صار يختلف على مذي امي، الو حط رجلك يا شيخ. هذا ممكن اكثر موقف محرج. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، ما هو سؤالك ايها الفتى؟ شو اسمه؟ عندي سؤال والله العظيم من قبل اصلا كان ودي اسال. وش هو؟ كم عمرك؟ 25. ما شاء الله العمر كله. وياك يا القلب. وش تشجع؟ الهلال. ايه. النصراوي. اشجع النصر، ايش تبي بس انت؟ والله كويسه. يلا الله يحميك يا القلب. وش سؤالك يا شيخ؟ السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. كيف حالك؟ بخير يا القلب. سؤالي كم نسبتك بالثانوي؟ 97. ما شاء الله تبارك الله. يا حبيبي.
عمري رديت عليه والله قبل شوي هو اللي هو 25. السلام عليكم. سؤال انه ليس طلبا يا الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحب. كيف الدنيا معاك؟ والله دامك انت بخير انا بخير الله يسعدك. وش سؤالك يا القلب؟ سؤالي شلون وصلت لعدد المشتركين؟ 600 مقطع. شلون يعني 600 مقطع؟ يعني 600 مقطع في اليوتيوب. ايه شرفنا يا حبيب قلبي الله يحميك. اكس بي يلا بالتوفيق. ارحب يا شيخ، وش سؤالك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. لا ما بيك انت يا سامة، ابى المتابعة الحين جالس اشوف وش تبي منه. اعطيت لك واد اعترف يا واد. والله انك كفو، والله انك رجال. اعترف يا واد اعترف. اي راقبه راقبه تكفى، انا ما يدخل. يلا تفهم معه تفهم معه. ايوه خلاص عندي الموضوع. وش قل لهم؟ قل لهم ما يدخل، انا بعيد. ها انت الحين تكلم. حط لك واد، حط لك اشتراك، فعل الجرس، ما بك شيء على 100,000 يا واد. حط لك ريحنا. صادق يا القلب. يلا انا شوف، انا الحين في لحظه تسجيل المقطع عددنا 99,446. الله اي تكفون تكفون. بعد المقطع على طول 100,000. لا 200,000 قل بعد المقطع، لان ال 100,000 يا 100 مليون ما يبي. يا حبيبي انت الله يسعدك يا رب. يلا بالتوفيق يا القلب. يلا مع السلامه. مع السلامه. الله يسعدكم. هلا بالشيخ. الو الو تفضل. هلا والله. وش سؤالك يا القلب؟ سؤال اللي هو الـ الـ القناة تهترت حقك. لا ما تهترت، جاها سترايك. اها عشان كذا. اوكي شكرا. العفو يا قلب. اي في اليوتيوب. شكرا. العفو. تفضل يا شيخ. الو ارحب. انا دقيت عليك قبل شوي. ها خلصت يعني؟ احب اقول لك شيء. وشو؟ مبروك ال 100,000 مقدمة. الله يبارك فيك يا القلب. يلا يا مع السلامه يا قلب. ارحب يا شيخ تفضل. طيب. عليكم السلام، وش سؤالك يا القلب؟ كيف كانت بدايه شرفك؟ كيف كانت بدايه شرفك؟ والله صعبه مره كذا كان رد على السؤال صح. يب. ايوه صعبه والله. يلا بالتوفيق يا القلب. ارحب يا شيخ. ليه قسم بالله نص ساعه قاعد احاول ادخل معك. والله كان عندي ويت كثير. ارحب. والله وش سؤالك يا القلب؟ ما في سؤال بس كنت ادخل. يا اخي الله يسعدك يا رب. مو فتي كذا دخل والله لي نص ساعه قاعد احاول. يلا عوافي عوافي يا القلب عوافي. في عندك سؤال ولا ما عندك؟ لا والله ما عندي سؤال، بس بيسلم عليك. يا عليك وعلى السلام الله يسعدك يا رب. تبي شيء يا القلب؟ لا بالسلامه. مع السلامه. ارحب يا القلب. السلام عليكم. عليكم السلام، وش سؤالك؟ لو كنت بروحك في العالم ايش راح تسوي؟ لو كنت بروحي في العالم ايش راح اسوي؟ ايه انا لحالي بس. ايه انت بحالك. ما راح اسوي شيء، راح اموت. طفش. شباب لا تنسون كود في اكس بي. يا الله يسعدك يا رب. يلا مع السلامه يا القلب. الله يسلمك. تغير نفسي لحالي. يمه يا الطفش. الو ايش هذا الطفش؟ الو الو والله طفش مره. اهلين وسهلين. 973 من وين؟ عليكم. ارحب يا شيخ، من وين؟ البحرين. والله ونعم فيك وفهل البحرين. سم يا قلبي وش سؤالك؟ سؤالي بسيط. وش هو؟ هل اثرت قناتك على شخصيتك؟ هل انت ايش؟ هل اثرت قناتك على شخصيتك؟ هل اثرت قناتي على شخصيتي؟ ممكن يعني قبل يوتيوب شخصيتك كانت مختلفة قبل تغيرت اليوتيوب لا لا ممكن طلع كلامي واجد بس ولا نفس تعبر عشان يعني يب صرت اعبر اكثر. اجتماعي قبل كنت اجتماعي بعد ولا صرت احسن مع اليوتيوب؟ لا اكيد صرت احسن لاني عاشرت ناس كثير. اي هاي سؤالي بس. يا حبيب قلبي تشرفت فيك والله على راسي اهل البحرين. اشكر ما قصرت. يا الله يسعدك يا رب. صدق والله انا بعد الا هذه صرت اسولف واجد، يعني اول ما كنت كذا. ارحب يا شيخ وش سؤالك تفضل. ارحب يا شيخ وش سؤالك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. والله احبك وانا اموت فيك يا رجل. وش سؤالك يا القلب؟ هلا طيرة قرا ولا تستمر فيها؟ وشي؟ طيرة قرا ولا تستمر فيها؟ لا لا أكيد بستمر فيها يا شيخ. يلا بتوفيق الله يزيدك. وياك يا رب. وش أحسن أسكن عندك؟ سكيلتون. مع السلامة. لا تنسى اللايك اشتراك. الله يسعدك يا رب. أمين. سؤالك يا شيخ تفضل. هلا بالشيخ، وش سؤالك؟ سؤالي. إيه. سؤالي هل أنت متزوج؟ لا لا باقي. طيب عندي سؤال ثاني. وشو؟ عندي سؤال ثاني مامي. يلا قوله. سؤالي الثاني هو كم عمرك؟ عمري 25. السلام عليكم يا رب. وياك، انت شو اسمك انت؟ انا. ايه. اسمي ليان. اوه الله يسعدك يا ليان، يلا الله يحفظك ليان، تشرفنا فيك. اسمك؟ هلا. انا ام وليان. وشو؟ انا وليان. اجل من انت بسرعة؟ انا خالد ولايك واشتراك. يخرب بيتك يا خالد، ايش موهبة التقليد للبنات هذه؟ والله
والله قلب صدور. بسم الله. انتبه من خالد عيال، رقم خالد دقيقة اعطيهم رقمك، انتبه ترى اخر رقمه 69. دقيقة لا 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 عطهم رقمي الثاني صفر. لا 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 امزح امزح امزح. يلا مع السلامة ابو خلود. السلام. مع السلامة. يا يعني. يا يما صوتك انه بنت. الو بنت ولد مكس. طيب يا جماعه الخير الله يعطيكم الف عافيه، اللي حاب يتواصل معنا عن طريق الواتساب راح احصل رابط موجود تحت الديسكربشن، ارسل نقطه بس. في ناس ياخذون رقمك يسجلونك معنا، او هذولي ناس نسوي عليهم زي ما تقول الفعاليات والاشياء هذه. الى هنا وصلنا لنهايه مقطع اليوم، اتمنى مقطع اليوم عجبكم. هنا ما دخلنا 100,000، ممكن ينزل لكم المقطع هذا وحنا الحين كذا لا 100,000 تمام. فاذا شفته وانت المقطع 100,000 اتمنى انك تشترك زياده، لان هدفنا نجيب ال 200 وال 300 وال 400 والمليون باذن الواحد الاحد. اشوفكم في امان الله، مع السلامه يا جماعه الخير.